بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اجعلنا من أهل الحق يا حق، ولا تجعلنا من الظالمين يا من كتبت على نفسك ألا ظلم يصدر عنك أو عن أحبابك في مقدمتهم رسولنا محمد عليه صلاتك وسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. رب يقول في آخر الآية دي سيجزون ما كانوا يعملون، يعني احنا حضرك ربي قال ساسا والله العظيم لا تور من على انت ولا انا، سيجزون باش على ضوء ما فعلت. ماذا قلت في الله؟ قلت مش موجود، ستحاسب وتعذب. قلت له معينون كذلك ستعذب لانك تشد بالباطل في موفي تيمو، احذر مثلا. هذا عمل لا يجوز في حق الله، حتى في حق بني آدم، ولا حق الحيوانات، ولا حق الطبيعة. ما عندكش حق باش تشد بالباطل، كل طبيعة بخير وهي ملوثة متاخذة. الوادي اللي كان يجيب السمك ويسقطوا من الناس ما عادش يجيب، كان السموم ولا شاح، شاح ولاح، ولا تجارة مخدرات، تجارة كلام باطل وأوهام. يبيعوا في الشمار، يبيعوا في كما تقول أنت في الأحلام التي لا تتحقق أبدا، وهل مجال. إذا اعملوا ما شئتم ستجزون، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تدين تدان. قدمت كذب على المولى وحتى بأسمائه الحسنى. انتظر ماذا بك شد صحيح، تو برسيس اي تو سين تو فا لو بيي شيرمون سي بو كاسيلا. والسلام على أهل السلام.